مرحبا أبطالي الصغار، اليوم سندرس محورا جديدا وهو المقارنة. أما درس اليوم فهو أقرب وأبعد. أقرب وأبعد. في بادئ الأمر سنقوم بالكتابة. بطبيعة الحال أنا باش نكتب كلمة واحدة، باش نعاود نكتب مرة واحدة كلمة أقرب، ومن بعد باش نعاود نكتب كلمة واحدة اللي هي أبعد، وانتم باش تكملوا بقية النقاط كما استأنسنا في الدروس الفائتة. باش نبدأ بكلمة أقرب. أقرب واش معناتها؟ معناتها حاجة قريبة. أقرب. أقرب. أحسنتم. توا باش نكتب كلمة أبعد. اش معناتها أبعد؟ معناتها حاجة بعيدة. أبعدو. عدو. هذه أقرب وهذا أبعد. باش نمروا للتمرين الثاني اللي هو شنو يقول، لكن قبل هذا أصدقائي يلزمكم تتعلموا كلمة أقرب وأبعد باش تسحقوها في الكثير من التمارينات والاختبارات. التمرين الموالي ماذا يقول؟ ألونوا أقرب سفينة أحيطوا، هذا الجزء الأول، أحيطوا بخط مغلق أبعد سفينة. خلينا نرزو الجزء الأول من السؤال، ماذا يقول؟ ألونوا أقرب سفينة. أين هي أقرب سفينة إليك يا صغيري؟ هل هاته أم هاته؟ هيا فكروا، فكروا يا أطفال. نعم، إنها أكبر سفينة، هي أقرب سفينة لي. معناتها الجسم كيف يولي كبير برشا معناتها وهو أقرب وينزيد يقرب وينزيد يكبر وينزيد تبعد به التالي وينزيد هو يصغر صحيته وينزيد تقرب به هو يكبر. توا احنا شو باش نعملو؟ يلزمنا نقومو بتلوين السفينة الكبيرة وهي أقرب سفينة لي. سأقوم بالتلوين. Thank you.
أطفالي الأعزاء، نكون أنا كملت السفينة متاعي الجميلة. انظروا كم هي جميلة يا أطفال، وألوانها رائعة. أتمنى أن تكون رسمتكم أيضا جميلة. سننتقل الآن إلى الجزء الثاني من السؤال. وماذا يقول الجزء الثاني؟ أحيط بخط مغلق أبعد سفينة. أعيد، أحيط بخط مغلق أبعد سفينة. احنا شنو قلنا؟ قلنا أبعد سفينة هي باش تلقاها أصغر سفينة. إذن هاته هي السفينة البعيدة. أحسنتم صغاري. سأحيط هاته السفينة بخط مغلق لأنها أبعد سفينة. هذه أبعد وهذه أقرب. أقرب كل ما كبر الشيء كل ما كان قريبا. كل ما قرب الشيء كل ما كان كبيرا. أحسنتم. وكل ما بعد الشيء كل ما صغر. شنو معناتها؟ معناتها وين يقرب الشيء يكون كبير، وين ما يبعد الشيء يكون صغير. إذن هذه سفينة كبيرة، بمعنى أنها أقرب سفينة لي. وهذه السفينة الصغيرة، بمعنى أنها أبعد سفينة بالنسبة لي. إذن درس اليوم انتهى. ولا ننسى أنه أقرب أبعد. لا ننسى أطفالي، أقرب أبعد. الآن سأترككم إلى اللقاء أطفالي.